سعفة عبد الهادي بن محمد بن حبيشة الناب التهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نستعين، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح لكل المشاركين ولكل من جاء للمشاركة في هذا الميدان، في هذا المحلي، في هذه السباقات التي تستمر كل أسبوع في تحديات سباقات الهجرة العربية الأصيلة. أهو الشوط الثاني عشر أعلنت انطلاق قبل لحظات، وهذا الشوط خاص بالقحدان. الخمسة كيلومترات يا جماهيرنا الأعزاء هي مسافة هذا السن، سن اللقاية، سن اللقاية، السن المميز. ناخذ المركز الأول، وهذا الباز، طبعا الباز في المركز الأول تعود ملكيته، الباز لسيد علي بن راشد بن شاب المري، بينما المركز الثاني الحذر الملكية تعود لناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري في المركز الثاني. أنتقل لأتابع من وصل بالمركز الثالث، المركز الثالث، وهذا ثالث النداء، ثالث المنطلقين، الفايز الملكية تعود للسيد محمد بن علي بن حسين بن جرحب المري. ودورنا إلى المركز الرابع، دورنا إلى المركز الرابع، وأقف عند المركز الرابع وأذكر بأن هذا الاسم صاحب إنجازات، صاحب سجلات أعرفه جيدا، وسبق أن علقت عليه في أحد المحليات وفاز، وكان عرضه جميل وكان أدائه ممتاز، شعار محمد بن سعيد بن قحيز المري، يقدم شاهين وانطلاقته ومرشح في هذا الشوط. المركز الخامس من الجانب الآخر، الجذاب في المركز الخامس، الجذاب وصل بشعار سعيد بن فهد بن صقر المريخي في المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه النتيجة لخمسة مراكز. اللي يبي الإذاعة يتقدم هناك، يتقدم، يحرك، يشوف الصرفة هناك، يتقدم، يا سلام، هناك مع المركز الأول. وهذا الباز، الباز في مقدمة الشوط للسيد علي بن راشد بن شابل المري، يا سلام. المركز الثاني في هذه اللحظات شعار محمد بن علي بن حسين بن جرحب المري. الله يا شاهين، الله يا شاهين، محمد بن سعيد بن قحيز يبدو انه فاز في المحلي الثاني او الثالث، لا اعرف جيدا، لكن اتوقع انه فاز في المحلي الثاني. هو على العموم فاز، فايز وحاصل على نقاط وحاصل على مراكز متقدمة. شاهين المنطلق اللي يترقب الموقف بشعار سيد محمد بن سعيد بن قحيز المري في المركز الثالث، المركز الرابع، وهذا اللي منطلق مودع 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 مودع، يا سلام. ومتى بتودع القحدان؟ ومتى بيودعهن؟ بيودعهن عند الكيلو، عند الكيلو اذا عنده احتياط، يا سلام. واللي بيودع عند الكيلو الاخير بنعطيه بيتين شعر هناك عند الكيلو الاخير، يا سلام، اذا فاز مودع. في هذه اللحظات فيصل بن خالد بن سعود بن حثلين، يا سلام، من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه، نرحب به في هذا الانطلاق. شوف المركز الخامس، الجذاب، سلالة الجذاب الأصيل المتميز المبدع الذي يبحث عنها الجميع، يا سلام، يا سلام. الجذاب للسيد سعيد بن فهد بن صقر المريخي في المركز الرابع وفي المركز الخامس. أرحب بقدوم عرقان للسيد محمد بن سعيد بن محمد آل سفران، يا سلام. هذه النتيجة يا جماهير الأعزاء،
يا جماهير الأصالة، يا محبي وعشاق رياضة الهجرة العربية الأصيلة، الخمسة كيلومترات. أتمنى التوفيق للجميع، لو بكيفنا نتمنى لهم الفوز كلهم، لكن الفوز مع واحد. شاهين يا بن قحيز، شاهين ينطلق مع محمد بن سعيد بن قحيز. الله، هذا الشعار صار يخوف، هذا الشعار صار يشكل خطر كبير. شعار دكتور الأصايل، ظهوره عند الكيلوين خطير، ظهوره عند الكيلوين خطير. السيناريو يتكرر، يظهر عند الكيلوين لينطلق عند ال 1500 ليوادع عند الكيلومتر الاخير. يا سلام، شعار دكتور الأصايل، سراب العبيد وسلطان بن رشيد، واللي يبي الفوز يرافق هذا الشعار، عليه ان يرافقه، عليه ان يتابع يركز مع هذا الشعار. عبيد وسلطان بن رشيد المركز الاول، المركز الثاني. يا سلام يا سلام، من الجانب الاخر هنا منصور لراشد صالح الراشدي، ولكن شعار المبتكر حمد بن علي بن جرحب المري قادم قادم قادم. شعار ذباح، شعار الأسماء المتميزة. الكيلومتر الأخير، خلاص شد الحيل، ركز يلي بتركز وحرك يلي بتحرك. يا السلام، ركز يا بن جرحب، ركز. 900 متر هنا موجود دكتور الأصايل، موجود موجود، ركز هناك. يا السلام، إذن المنافسة ما بين المبتكر وما بين دكتور الأصايل. كلم كلم بالجهاز، روح هناك عبيد بن سلطان بن رشيد. يا سلام، ينطلق الى هذه اللحظات، هو الاقرب للناموس، هو الاقرب للناموس. يا سلام يا سلام، المركز الثاني وصل، وصل الشقب، الشقب على المركز الثاني بشعار السيد حمد بن علي بن جرحب المري. وفي المركز الثالث اللي قادم سراب، او هنا منصور اللي باحث عن النصر للسيد راشد بن محمد بن صالح الراشدي. الله، عبيد بن سلطان بن رشيد يضيف النقطة الخامسة في هذا الصباح، يضيف النقطة الخامسة في هذا الصباح في سن اللقاية. يا سلام، عبيد بن سلطان بن رشيد دكتور الأصايل، قلنا 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 بأن صاحب الجزال، قلنا بأن شعاره شعاره عند الكيلومتر الأخير يشكل خطر. بالفعل بالفعل، نقطة خامسة في صباح هذا اليوم، خامسة خامسة خامسة. الله، تهانينا والناموس لعبيد بن سلطان بن رشيد على فوز للمرة الخامسة في صباح هذا اليوم، تهانينا له، يستاهل يستاهل الفوز ويستحق الناموس. المركز الثاني الحنيش لعيسى بن حمد بن بارك المري. المركز الثالث منصور لراشد بن محمد بن صالح المري او الراشدي. المركز الرابع ارسال لسالم بن محمد بن لخن المري. وفي المركز الخامس الشقب لحمد بن جرحب المري. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لمالكي لمالكي سراب عبيد بن سلطان بن رشيد. 7 دقائق و53 ثانية و44 جزء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا لأهالي دبي. المركز الثاني وصل منصور، توقيت 7 دقائق 54 ثانية 53 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالكه سعيد بن سعيد بن علي الراشدي. المركز الثالث اللي وصل وتوقيت 7 دقائق 54 ثانية 76 جزء من الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء، ايها الحفل الكريم، تتواصل الانطلاقات شوطا تلو الاخر في هذا الصباح